في المغرب تجددت الأصوات المنددة باستمرار تدهور القدرة الشرائية للمواطن المغربي في ظل الغلاء الفاحش الذي تشهده المواد الأساسية، ما من شأنه أن يفاقم معاناة الطبقات الهشة لا سيما مع توالي المناسبات الاجتماعية. وتشير الإحصاءات إلى ارتفاع بنسبة 0.7% في أسعار المواد الغذائية خلال شهر جويلية الماضي، فيما ارتفع مؤشر التضخم إلى 5.4 خلال السنة الماضية بالتزامن والزيادات المتتالية في أسعار المحروقات التي أقدمت عليها الشركات المغربية خلال الأسبوعين الأولين من الشهر الجاري، وهو ما اعتبرته الجبهة الاجتماعية المغربية إثقالا لكاهل الفئات الشعبية والوسطى في ظل استمرار نظام الاستبداد المخزني وغياب الديمقراطية.